النهارده عيد ميلادي، اكيد حموكش عامل لي مفاجاه. ايه تنكه هانم، كل ده نوم؟ ما تصحي بقى حضري الفطار عشان اروح الشغل. حاضر، انا صحيت اهو. صباح الخير يا حموكش. صباح النور. يلا بقى خلصي بقى، ورايا حاجات كتير النهارده. حاجات؟ حاجات ايه؟ النهارده فرح واحد صاحبي ولازم اخلص بدري عشان في حاجات كتير لازم اعملها. ايه؟ فرح واحد صاحبك بس كده؟ مفيش حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه تانية. طب النهارده كام في الشهر يا حموكش؟ 19/8. خلصي بقى. طب هو 19/8 ده ما بيفكركش باي حاجه؟ لا ما بيفكرنيش. هتفطريني ولا امشي؟ هفطرك يا حموكش. حاضر. اخفى عليك يا حموكش، كده مش فاكر عيد ميلادي. مجنونه دي ولا ايه؟ قالوا علينا ديابه واحنا يا ناس غلابه. حموكش نسيني. ماما ماما. نعم يا كرم. بعد اذنك يا ماما، انا عايزه افطر وعايزه نسكافيه عشان عندي النهارده مشوار مهم جدا. ايوه هي بنتي حبيبتي هي اللي فاكراني، اكيد راح تشتري لي هديه. رايحه فين يا حبيبتي؟ مشوار ايه اللي مهم؟ في فستان يا ماما تحفه في المحل اللي جنبنا، هروح اشتريه. ده اكيد الفستان ده ليا. لمين يا حبيبتي الفستان ده؟ ليا يا ماما. هيكون لمين يعني؟ ها؟ يا بنت الجزمه. بقول لك يا كرم، انت كبرتي يا حبيبتي، تقدري تحضري افطار ليكي ولابوكي. حضري اختي افطار ليكي ولابوكي، انا رايحه انام. تنامي ايه يا ماما؟ انت لسه صاحيه. ايوه عادي لسه صاحيه وهنام تاني، انا حره. طب كل بلا. يا خساره تربيتي وتعبي فيكو. ماما انت زعلانه ليه؟ مفيش. في حد يزعل في اليوم ده؟ ايه اليوم ده؟ يوسف اكيد فاكر، يوسف ده حبيبي حبيب امه. ليه يا حبيبي؟ ماله النهارده؟ في ايه؟ النهارده اجازه يا ماما من الحضانه. مش انا اجازه الجمعه والسبت؟ ها؟ اجازه من الحضانه؟ طب وانا ايه اللي يهمني يعني في الاجازه في الحضانه؟ ايه المهم يعني؟ بقول لك ايه، امشي من وش. في يا ماما؟ انا قلت لك حاجه غلط؟ امشي يا ابني الجزمه من قدامي، انا مش طايقه نفسي. اف، وكمان بتنفخ في وشي قليل الادب. عمري راح معاهم وفي الاخر نسيوني. الو. ايه يا ماما؟ ايه يا بنتي يا تنك، عامله ايه؟ الحمد لله يا ماما كويسه. انا قلت اتصل بيكي بدري كده عشان النهارده يوم مهم، لازم الحقك كده من بدري قبل ما تروحي كده ولا كده. ايه النهارده يوم مهم؟ انت فاكره يا ماما؟ ايوه طبعا فاكره، هي دي حاجه تتنسي؟ ربنا يخليكي يا ماما، انا قلت ان انت يستحيل تنسي. انسى؟ انسى ازاي؟ لا دي حاجه مهمه ما ينفعش حد ينساها. ربنا يطول في عمرك يا ماما. ها هتبعتيها امتى؟ ايه دي يا ماما اللي هبعتها امتى؟ الجمعيه يا بت، النهارده المفروض تدفعي الجمعيه، انت نسيتي ولا ايه؟ ها؟ جمعيه؟ لا كده كتير، كده كتير واوفر، انا مش قاعده لكم في البيت. وانا زعل نفسي ليه؟ ما انا عامل زي الاستاذ تامر حسني ما قال، من النهارده هدلعني واخرج معايا وافسحني، انا هروح افسحني وادلعني واجيب لي هديه كمان. معقول حموكش هينساني كده؟ والعيال؟ انا عمري ما نسيت حد فيهم وعمري ما اتاخرت على حد فيهم. معقوله كده؟ انا ما كنتش عايزه حاجه من حد، كفايه بس لو كانوا قالوا لي كل سنه وانت طيبه، وكانوا افتكروني باي كلمه باي حاجه. هو اخرت اللي انا بعمله معاهم كده؟ هتنسي؟ هتنسي من دلوقتي؟ هما لما اكبر هيعملوا فيا ايه؟ مالك يا بنتي، انا شايفك قاعده حزينه من الصبح، في ايه؟ مفيش يا عم الحاج. فضفضي يا بنتي وشيلي الهم من قلبك، انا زي ابوكي. والله يا عم الحاج مش عارفه اقول لك ايه، جوزي وعيالي بعد ما عمري راح عليهم نسيوني، مش فاكرين عيد ميلادي، مش فاكرين حتى يقولوا لي كل سنه وانت طيبه. وجوزي دايما واقفه جنبه في الوحشه قبل الحلوه، كل ما يميل يلاقيني كده سنداه واقفه جنبه، عايز اي حاجه عنيا، لما بيضيق عليه الحال ببيع له الذهب على طول والله من غير ما استنى ان هو يرجع. والعيال طلبات ليل ونهار، وانا ما بملش حتى وانا تعبانه بقوم اخدمهم. واهلي، اهلي عمري ما حد احتاج مني حاجه غير ولقاني جنبه، تعبان بيلاقيني جنبه، في فرح بلاقيني جنبه، ما مش بقصر مع اي حد. ازاي ينسوني كده ويقولوا لي حتى كل سنه وانت طيبه؟ والله انا مش عايزه حاجه. الموضوع يبان هايف يا عم الحاج، عيد ميلاد ايه وبتاع ايه؟ ده الناس عندها مشاكل قد كده، لو حكيت لاي حد هيقول دي هايفه، لكن العمليه عمليه تقدير، كان نفسي يقدروني ولو بحاجه صغيره ولو بكلمه صغيره، كانت هترفع من راحتي المعنويه وتخليني اتعب اكتر واكتر لحد ما ابص اخر يوم في عمري. صح يا بنتي، التقدير حلو. انت زعلانه عشان محدش افتكر عيد ميلادك؟ امال انا اعمل ايه اللي محدش فاكرني من 10 سنين؟ ايه 10 سنين؟ اه والله يا بنتي 10 سنين اولادي محدش فيهم جاني ولا شافني،
كأني مت، كأني مش موجود. كبرهم بس يتصلوا بيا بالتليفون كل شهر ولا شهرين، وكل سنة وانا طيب. ما يعرفوش انا عايش ازاي ولا بعمل ايه، باكل ولا مش باكل، تعبان ولا ايه. لولا الجيران الله يكرمهم بيخبطوا عليا يطمنوا عليا. الدنيا تلاهي صحيح يا بنتي، بس معقولة يعني ينسوا ابوهم، ينسوا ابوهم اللي رباهم؟ معقولة العيال لما بتكبر بتنسى الاب والام وتنسى قد ايه تعبوا وشقيوا عشانهم؟ بس ربنا موجود يا بنتي دايما، لما بحتاج حاجة بلاقيها جنبي والله. ما عرفش ازاي وجت امتى، بس ربنا بيسترها معايا. ربنا ما بينساش عبيده، لكن الناس هي اللي بتنسى. من كتر ما انا خايف اموت لوحدي في الشقة ومحدش يحس بيا، بطلع اقعد في الشارع كده اهو، عشان لو حصل لي حاجة الناس تعرف على طول. معلش يا عم الحاج، اعتبرني انا زي بنتك والله. عيالك دول بكرة يندموا، يندموا لما يلاقوك مش موجود بعد الشر عليك، يعني ربنا يطول في عمرك. وهيندموا على كل ثانية سابوك فيها كده وما سألوش عنك. وبعدين الدنيا دوارة، اللي بيعملوه معاك عيالهم هيعملوه معاهم. لا يا بنتي، انا مش بتمنى لهم اي حاجة وحشة، ربنا يكرمهم ويرضى عنهم، وعيالهم ما يعملوش فيهم اللي اتعمل فيا. عارفة يا بنتي انا صابر ليه كده وراضي؟ علشان اللي عملوه اولادي فيا انا عملته زمان في امي وابويا الله يرحمهم. ما كنتش بسأل عليهم، وعارف ان الدنيا داين تدان، علشان كده انا مش زعلان، وده حق ربنا وبيخلص فيا. ربنا يسامحني بقى على اللي عملته فيهم، انا ما كنتش بسأل عليهم خالص، واللي بيعملوه فيا اولادي دول بيكفر عن ذنوبي الحمد لله. معلش والنبي يا عم الحاج ما تعيطش، ربنا ان شاء الله غفور رحيم وهيسامحك ويسامحهم. انا نفسي بس، نفسي بس اشاره من ربنا ان هو سامحني على اللي عملته في اهلي. ان شاء الله والله ربنا مسامحك يا عم الحاج، وربنا غفور رحيم وبيرضى على عباده بدل تابه، وانت عرفت غلطتك. يا رب سامحه يا رب، واقبل منه يا رب التوبه، ورجع له اولاده، وادي له اي اماره تخليه مرتاح ان انت سامحته. يا رب دعوه الغريب مستجابه، اقبل دعايا يا رب. والنبي كفايه والنبي يا عم الحاج. بابا ايه ده عيالي؟ سامحني يا بابا. مسامحكم يا عيال، مسامحكم الحمد لله. احنا مش هنسيبك تاني يا بابا، احنا رحنا سالنا عليك، قالوا الجيران ان هم ما يعرفوش عنك حاجه من يومين. انا اسفه يا بابا، انا كنت هموت عليك بالخضه، سامحني. مسامحك يا بنتي انت واخوكي، والحمد لله شكل كده ربنا سامحني واستجاب دعايا. الحمد لله ان عياله رجعوا له. ياه اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، ده انا الزعل اللي انا زعلاه ده ولا حاجه، ده الناس ياما شايله ومعبيه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على النعمه اللي انا فيها. انا هروح بدل ما ازعل على عيد ميلاد ولا ازعل مين اللي افتكرني ومين اللي ما افتكرنيش، اروح اربي عيالي كويس وازرع جواهم القيم والاخلاق، وازرع جواهم ان صله الرحم اهم حاجه، وان الاب والام يتشالوا فوق الراس. ولازم اخلي بالي من امي وابويا واسال عليهم دايما، ومخليهمش محتاجين حاجه. الحمد لله يا ربي انا في نعمه ناس كتيره محرومه منها. اما اروح بقى اشوف عيالي وبيتي وحشني. ايه ده في ايه؟ هي الشقه ضلمه كده ليه؟ والعيال مش طالع لهم حس ليه؟ يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خير. ماما هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو. انا عيد ميلادي وانا اللي قلت اللي انت نسيته؟ احنا يستحيل ننسى عيد ميلادك. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت في حياتنا موجودة. وانت طيب يا حموكش، ربنا يخليك ليا. ايه ده كمان جايب لي ورد؟ طبعا انا عارفة ان انت بتحب الورد، ربنا يا رب ما يحرمنيش منك. الله يا حموكش الورد حلو قوي. ايه ده وانت كمان يا يوسف جايب لي هدية؟ ايوة يا ماما. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا بنتي. انت طيبة يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا رب. كل سنة وانت طيبة يا بنتي يا تنكة. وانت طيب يا بابا، ربنا يخليك يا رب ويطول في عمرك. كل سنة وانت طيبة يا تنكة. وانت طيبة يا اختي، ربنا يخليك ليا يا رب. بقولك ايه صح، هو انت كنت فين وليه من الصبح؟ كنت طفشانة. ايه طفشانة؟ بصراحة انا كنت زعلانة منكم، عشان كده قلت اطلع في الشارع، بس بعدين عرفت ان انتوا اغلى حاجة في حياتي فرجعت.
يعني كنت فين يعني؟ هقول لك بعدين يا حموكشة، انا حصل معايا حاجات النهارده غريبه قوي، بس مش وقته. النهارده بقى وقت لمه العيله، ولازم اقضي معاكم كل ثانيه ومش هضيع منها ولا ثانيه، لان اللمه الحلوه ما بتتعوضش. ربنا يدومكم نعمه في حياتي يا رب. يلا بقى علشان نحتفل مع بعض. كل سنه وانتم طيبين، وشكرا جدا على الكلام الحلو اللي انتوا قلته لي، وان انتوا عيدتوا عليا. ربنا يخليكم ليا متابعين الحلوين. باي باي.